يمتلك إرادة حديدية، بصيرة صائبة، ذات واثقة قادرة على تخطي العوائق وتجاوز الصعاب. أكثر ما يجعله يبتسم عندما يكون مشغولا بفنه وعطائه، لا يوجد عنده كلمة اسمها مستحيل، فالإبداع عنده هو تميز ونجاح. أحمد بن عيسى، رجل التحديات. دارت على بارا صدير انا عم كيستالون بعد الاستقلال après 62 d'accord mon père il a été ici dans cette maison نهالي جيت انا لهاد الدار ما جيت en France d'accord je ne connaissais même pas l'adresse donc il a fallu عند واحد عمي à l'école Molière qui est à Rionville que monsieur Abbas Lacarne كان معلم مع الشيخ بابا الله يرحمه فوالا دونج اون بيتيت ايكول هنا ليكول باستور وهذا خويا امين وسومي فامي دو 8 بيرسون خمس بنات و 3 غارسون الله يبارك فوالا وهذه هي الدار هذه هي الدار كي وصلت لا بروميير فوا بالعباس اون اوت اكزاكتومون بالعباس جي كوني بالعباس بيان افون بعد نتكلموا عليها 59 جيت فوت كلكو جور دو فاكونس هكذا عطلة صيفية عند عمي كان يقري في ليكول موليير دونك جي كوني بلاباس اكزاكتومون جيت لأوت 63 بلاباس جي كيتي بلاباس برومي جويي برومي جويي عام 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 داكوغ برومي جويي 64 رحت اون فورماسيون للجزائر شحال كان في عمرك كي جيت لهنا؟ هذيك القيس كي جيت لهنا كانت 17 اون ايمي 18 اون ما نفوتهمش بالضبط. كانوا عندك ذكريات لهنايا عام عشت مع والديك عندك ذكريات الدفء العائلي وسط العائله الوالد والوالده الاخوه الاخوات حتى يعني لونتوراج تاعك وكامل كانوا عندك ذكريات في هذا البيت اعطيني ذكرياتك في هذا البيت. احنا الذكريات من ناحيه الفن انا كي جيت كانت عندي ماتيريال تاع سوبر 8 لاباري دو بروجيكسيون من بعد نتكلموا علاش هذيك لاباري دو بروجيكسيون تبعتني وهذيك لا كاميرا سوبر 8 تبعتني من الوقت 95 قبل لو 8 وقبل سوبر 8 هذيك كي نكونوا في مازونا وكاع نحكوا عليها انايا. المهم جافي سيت لاباري دو بروجيكسيون في الحوش تي فال فوار توت الور جو راسومبلي كاع لي غامان دو كارتي هو منهم كان صغير جو لو بروجيتي دي فيلم تاع شارلو تاع لوريال دي كلش يعني من صغرك على حسب واش نفهم من صغرك كنت تحب الفن وتحب السينما تحب كل ما هو فن اكزاكتومون سون سافوار بلي ان جور جو براتيك نعم سي من بعد فقت ب ب سكي افي كو كو جيتي ديجا دروغي دون دون سو دومين سا سي لا كور دو لا ميزون. Donc c'est là où je projetais des films en 8 mm aux gosses du quartier. J'avais un matériel qui m'a goûté à la goubilette. Donc c'était sur ce mur-là. Voilà, c'est la cour, là. Voilà. C'est ça. Et... Où est-ce que tu as c'est ça, sa place là-bas. Là, il y a une cave. L'entrée, ici, il y avait une entrée de garage. Chibane Larhma, il a préféré cloîtrer, faire une petite porte, mettre le carrelage, parce qu'il adorait, comme Blabès, c'est une ville très très chaude. Donc, en fin d'après-midi, safe, il y a beaucoup de fraîcheur. Donc, sa place est là-bas, c'est pour ça que Talatay Ntao, Sidere, Bokraj, maintenant, ici, ça. Sid Ahmed Zed Fibled Mazouna. Entre-temps, à l'âge de 10 ans, Gadi Stamel, il chérit le cartonniette, ou il s'est le cinéma, ou il filme la bougie. À l'âge de 10 ans, il était déjà doué le film. Michel Annab Abbas, il a vécu à Alger. Alger, je suis à Tverak Binetna. Je
السبب اللي جبتك لهذا المدرسة اللي كانوا يسموها ليكول باستور، السبب هو الشيخ بابا كان يقري هنا. كنت حكيت لك باللي في 63 عندما دخلت من فرنسا الشيخ بابا كان يقري هنا، لكن كان يقري مع الحاج صايم. هذا الحاج صايم كان انيماتور وفي المسرح الشعبي تاع سيدي بلعباس في الكونسرفاتوار تاع سيدي بلعباس، وكان يقري معاه واحد هو عباس لاكارن. درنا الكونسرفاتوار مع بعض. نهار اللي دخلت انا ما كنت نعرف حتى واحد في سيدي بلعباس، دونك شيباني مادام كان يقري هنايا هضر مع الحاج صايم وعباس لاكارن، قال لهم عندي وليدي جا من فرنسا وما يعرف حتى واحد هنا في بلعباس منها. تعرضت بعباس لاكارن، اول دار دخلتها في بلعباس عند عباس لاكارن، رحنا شربنا قهوه وكلش. وعباس لاكارن والحاج صايم اللي اقترحوا على الشيخ بابا الله يرحمه ويوسع عليه باش نروح للكونسرفاتوار تاع سيدي بلعباس. وهكذاك الامور بدات. كي بدات في الكونسرفاتوار سي فينالمون غراس سيت ايكول هاد المدرسه اللي كان يقرا فيها الحاج صايم وعباس لاكارن. وكيفاش نسموه؟ راش. ليه كلب؟ انا وقت تعرفوني نسموك بيشاه. ومنين يكبر كي نسموه؟ كوبش. ولا نسموه غرينغو ولا بيكوس؟ وعلاش ما نسموهش جانس بون؟ اسمح كشكش، غير يكبر شويه نبدلو له الاسم. عنده الحق، اسمه كشكش. وانت نشتغلوا بدراهم من المعلمة؟ قلت لكم بعد غدوة في الليل. خصنا نخطط قبل ما يلموا. انا اصحابنا ما نجمت نجي معاكم. علاش؟ خاف. لا باي بلع الباب بكري، نخاف من الخيال. كاش نهار نطيعوا عليه. تجي معنا بالسيف عليك. ما تخافش نديروك تعس كيما العادة. شحال قلت في الصندوق؟ فايت 20,000. نشرو موبيلات. بعد غدوة ماشيين مع باط لمسان. انت تقعد هنا ما تروحش لتلمسان، فهمت؟ سعيد خمم في كل شيء، ما تنسى والو. هذه مدرسة ليكول موليير، وموليير هو انسان تاع مسرح معروف تاع فن. هذه هنا لي لوجمون دو فونكسيون، كانوا لي لوجمون دو فونكسيون هنايا. وي هنايا فوالا، هادو كانوا لوجمون دو فونكسيون وهذو لي كلاس. وكان في العطلة الصيفية تفرش جداتي هنايا مع عمي الله يذكره بالخير، وجداتي الله يرحمها يفرشوا في الليل. باسكو انا كي عرفت اول مرة بالعباس عرفتها هنا بهذا ليكول موليير في 59. انا كنت كملت دروسي في الابتدائي وكلش في فرنسا في بوبيني، ومن بعد في العطلة الصيفية في العطلة الصيفية بعثني الشيخ بابا من فرنسا، جيت نفوت ايامات دي فاكونس في العطلة الصيفية. دونك رحت ندروما وجيت نفوت ايامات عند عمي هنا في هاد ليكول بدا يقري فيها هو في 58 فوالا. وهذا عمي كنت حكيت لك عليه قرا في لاميدير سادو تلامسان كيما قلت لك في المدرسة كيما تكلمنا عليها مع لطفي مع منا اللي صبحت اليوم متحف. هذه هي دونك تسمى بلعباس، عرفتها في 59، دخلتها أول مرة في 59 واني شافي الليلة الأولى اللي بت هنا في ليكول مولير عند عمي. وقع اون اتاك في الجاردن، هذا جاردن الجاردن. الناس كاع بلعباس ما رقدتش هذيك الليله. الرصاص يضرب من الليل عاد الاستعمار، يضرب الرصاص من الليل حتى طلع الفجر. والناس كانوا يسكنوا بزاف لي بينوار هنايا كوتي اليهود منا، والرصاص يضرب الليله كامله. ماتوا فيها 7 اشخاص دي كاميكاز في جاردن بيبليك مجاهدين. وكان باسكو لي كازيرن مقابله فينا تاكسيو لي كازان، وتوفاو الله يرحمهم في 7 سير بلاس. ما عشناش معاه بزاف، ما خونا ما شحال قعد معنا، قعدنا 3 زون وتغرب تغرب بزاف. تغرب احمد بن عيسى تغرب بزاف، كانوا ستانغرو انك ما كان ما عاش معنا بزاف. سي الباسم شحال كملنا المدينه؟ خلي 12 موجود هناك في البيت.
عامل هنا ولا عارفينش. راك تفكر تكون كوموندو صلاح بالدور المدينة؟ لا شكرا، أنا ما زلت مدرب على كلمة المدينة. إذا أنا دابا لكن خطر لا تروح وحدك. بالعكس، ما يعرفونيش في الناحية هذه، إذا أقدر أفوت. سيب القاسم أنا عندك لباس شعبي تسلفه ولي؟ معلوم ولا نجي معك. يلا فينا. لكل بداية أو لكل قصة بداية، بداية الفنان القدير وعملاق المسرح أو أسد المسرح أحمد بن عيسى، بدايتك وقصتك مع عالم الفن والمسرح، من أين نبدأها؟ منا، من هذه الخشبة. هذه من الناحية الاحترافية، دوك نفهمك علاش. En 1963, il y a eu la création du théâtre national. À ce moment-là, il n'y a pas de théâtre national. Je suis allé à l'international, il y a eu un théâtre La vie est un songe de Calderon. Alors, qui est-ce qu'il y a Abd Qadr Alloula, l'Arabie Zekal, Agoumi, Hassmaïn, Yahya Ben Mbrouk, Keltoum. وردية فاطمة كازالي، فهذو اللي من بعد اندمجت معهم في المسرح الوطني. أول مرة كنت في الكونسرفاتوار الفوق نتمرنوا مع الحسايم، دخل عبد القادر علولة شاف هكذا باش ياخذ دي فيغورو. أنا شافي شافني أنا الأول قال نحب هذا، هذا كنا في 8 ولا، وجينا وتمرنا في المسرحية. سيتي أنا شافي باطاي، كانت باطاي دو بيزانري منه، وانا ضوني لا بياس. ذكر لنا اهم الاعمال المسرحيه والفنيه اللي شهدها هذا المسرح واللي اداها احمد بن عيسى الى جانب عمالقه الفن. زقالي محي الدين بسترزي وجوي دون اون بياس من فقير الصح مع حسن الحسني والطيب ابو الحسن كتب ماكدين كويرات ان بيتي رول ان فيغوراسيون. البدايه بدات بامتي رول، بدات ان بيتي رول، من بعد دو بيس كويزين مع عبد القادر السفيري. سيتي مونتي مع الميترونسان ولد عبد الرحمن كاكي، بصح على ايتي مونتي دوزيام فوا حبسوها لنا، كنا بها اون تورني حبسوها لنا. السبب وهو عبد القادر السفيري كان يلعب فيرملي في المسرحيه، وكاتب ملك الدين غران كوميديان دو تياتر مدفون في فرنسا كذلك، جوي ان ميدسان روس. انسويت اول رول امبورتون خالدون تاع بوعلام رئيس، ديدي بوعلام الله يرحمه، ميزون سان مصطفى كاتب. سكون رول مع طال العميري العربي زكال وهيبه توسا، افيك ان رول دوفيسيي في الماكي وانا صغير. قلت له دي سي مصطفى انا ما خدمتش الماكي، خدمت شويه لا فيدراسيون دو فرانس، كلش من الماكي الجبن ما خدمتش. قال لي مون بوتي في ما كونفيونس جو سي كو اون اي كابابل. كيما كان الحل سا سي باسي اي سا ايتي اكستراوردينار. جي تي فيليسيتي بار بوعلام رئيس بار تو لي زونسيان في بونبون فيل ان شافي، برافو مون بوتي، برافو تو ايتي اكستراوردينار. بعد الخالدون يا يو موني دورس كدا مع عبد القادر علولا، جافي البرومي غول سو سيت بياس، اون ا في ان تابا افيك parce qu'il a distribué que les jeunes qui étaient au théâtre national. On a bien tourné, on a fait une tournée d'un mois, on a fait un tabac, tout un sac, on a fait un tabac. Je n'ai pas aimé jouer avec les enfants. Il faut que tu parles de la bonne chose, de la bonne chose, de la bonne chose, de la bonne chose, de la bonne chose. Si on parle de ce sujet, je suis avec vous. Pour que je n'ai pas eu de temps à l'heure, et que je n'ai pas eu de temps à l'heure, je n'ai pas eu de temps à l'heure. Je n'ai راك خير تخرط. إذا ناخذوا موقف ياك خير باش نتهناو من الناظر وتبيعوا المرة. هادو رفيقاتنا في العمل،
هما يتحاوزوا وحنا نتفرجوا. واذا تحاوزوا حنا واش راح لنا؟ احمد راني اختاريت انا خصني تقعد في المسرح خاطر انت مسرحي وما سينما والضواء هذو ما المسرح لا الجيري تحس حقك في المسرح باسكو انت حاجه كبيره في المسرح. نموذج مثالي لفنان جزائري بكل ما تعنيه الكلمة، ذكي يستطيع أن يحقق نجاحا في كل مكان ينتقل إليه، قوي يتحمل الصدمات ويحيل انكساراته الفنية إلى إبداعات وانتصارات. قصتك مع الفن السابع، من أين نبدأ هذه القصة؟ من ناحية الاحترافية سي بوكو بلو تار كما نقولوا، لكن لي بريميس اللي اكتشفني في السينما يا سيغتان امتير كي افي ليدك بعد الاستقلال الى ليدك هو مثل مسان دايور لحق تاع الديريكت اي سيتي لوي لو رياليزاتور. C'était مع نورا الله يرحمها ليبوز دو كمال حمادي اي سيتي دو ديريكت تاع شونتي وانا وكوميديان كي اورون تلمسان بالخماسه اون جوي سيتي ايلستري سيتي سور لا على الطوره نتاعنا وكلش كنت تغني دي طوريه تعليم معاشي وكلش و سي محمود الكحل ان دي دو نو بلو غران ديريكتور دو لا فوتو الله يرحمه وسع عليه qui était originaire de Mascara ou de Mostaganem, mais je me souviens pas, un ami intime, ta Sahraoui, tout ça, c'est lui qui nous a filmé. Donc, tu as beaucoup de gens qui ont été bien sûr, là-bas, à Paris. Tu as Jacques Baratier, je connais Jacques Baratier, il a fait le film Goa avec Omar Sharif et Claudia Cardinal. Tu as fait un film qui a été fait en 4 ans ou 5 ans. Tu as été bien sûr, il a fait le film long-métrage, لو تيتر نتاعو كان لا ديشارج ومن بعد الى اشتي لي دروا سماه لا فيل بيدون. كان طلب من ياسين باش يعطيلو كلكو زيدي على الفيلم هذاك. دخل شافني عند ياسين. قال لي كيسكو فات جونوم؟ قلت له انا مثل جو سوي كوميديان. قال لي نحتاجك منا. دونك سيتي افيك برنادات لافون. اون دي بلو غران ستار دو سينما فرونسي دو لا نوفيل فاغ. توفات العام اللي فات ما عندهاش بزاف دونك شارك في الفيلم هذاك معاه. من بعد عيطت لي برنادات لافون بور ان اوتر فيلم بور دور رئيسي انا وياها في فيلم واسمو ايتوال دون بولو لو مانيفيك دايور ما عندهاش بزاف. جيتي ا باري اي جي في لو فيلم اي جافي ا سمون لا 21 عام. اذكر لي اهم الاعمال السينمائيه اللي اديتها من خلال مشوارك السينمائي. انا تقريبا عندي ربما بالك واحد 120 برودكسيون من نهار اللي بديت، لكن في 120 برودكسيون كان فيها اللون ميتراج، كان فيها كور ميتراج، كان فيها لي فويتون، وكان فيها لي درام سكون ابل لي دراماتيك. مثلا ليكزومبل اللي مديتو قبيلات مع امتير اون ديريكت تو سا، كنا كانت لا تلفزيون تخدم لي دراماتيك، معناه لو تياتر rapporté à la télévision avec studio et tout ça. Donc c'est pas du cinéma, c'est de la télévision. Lakin la télévision algérienne khdemt le cinéma. Le 71 رجعت للجزائر. Donc en attendant باش نرجع للمسرح الوطني كان عبد القادر علولا اقترح لي سيناريو وهو غورين والمخرج افتيسان محمد افتيسان. خدمناه في وهران. مي سي دو سينما sauf le que le format change. Hein, c'était du 16 mm parce que la télévision algérienne a fait du cinéma, on en reviendra là-dessus. C'est la pellicule quoi, c'est pas du 35 mais c'est tout comme. Donc j'ai fait ce film là fi wahran gorin kayen la fiha gomi kedalik aloula khaladi allah yarhamo tout ça adat mumtilin. J'avais le rôle principal dans ce film
من بعد توت سويت ابري اقترح عليا افتسان فيلم واحد اخر ذكريات عامل شاب لو جورنال دان جون ترافايور وين خدمنا في حسين مسعود ورقلايت وسامنا. من بعد يا فاروق مزوان تاريسون في حمام بوحجار كنا فيه 74 بن عمر بختي لو كومباتون مع بوعلام رئيس ياسمينة فوالا. من بعد موسى حداد لي فيس دو نوفمبر ولاد نوفمبر توت سويت ابري بديع الانتحار لا سويت تاع الحريق ان فيتون ومن تما الامور تلقات جي ترافايي براتيكمون في لون جينيراسيون براتيكمون خدمت معاهم كان تواسيو كل مجهودكم باش تصيبوه قبل منه. ما فيما يخص الخبيث اللي كان سبب في هذا الشيء كله عثمان هو اللي خبرنا بس. بعد ما رحت عند حمدان قال لي ولي لي العشية وكي وليت لي العشية قال لي الخبيث اللي باع الإخوان العربي ومولود هو أخوك يا محمد مروان. نعم خوك مروان. احمد بن عيسى عنده قوه il est regardable à l'image quand on le filme c'est un plaisir un des plusieurs plusieurs capacités il a plusieurs capacités pour remplir l'écran. هاد الوحش عليا وجار نبكي في الليل مع النهار دمع عياني مثل المطر عن خدي مجريا عقلي بواهره طب ما ولا شيليا انا يا براني غريب لا مثال عليا. هنا رانا تاني دايما تاعكم نهجي في الصباح يا اخي هكذا توجور قلت لك نضرو ما سي دار القاضي هادي نديك لدار القاضي. هنا تاني عندك ذكريات؟ عندي ذكريات على خاطر لما نتكلموا على المسرح تسمح لي حنا كنا حابين ندخلوا باش نشوفوا نعيشوا معك ذكريات لكن للاسف مغلوقه. احكي لنا على ذكرياتك في دار القاضي. هذه دار القاضي على بارتيا وحابوس سي اون دي ميزون كي ابارتيا على فامي رحال une des plus grandes familles de Nidroma. D'accord. Donc le dakhl sari laha kima dar sbitar yitkellem aliha Mohamed Dib avec le qwas le dakhl kout nji outla nchouf des spectacles ta la medersa mesrahiyat diniya w kolch fost la cour w f waqt el tawra ali berje les femmes ta les mujahidin li tla3ou el jbel w kanou khayfin f el tshor kach ma yesra lhom ma3a l'armée française yjou yskenouhom hna. Donc les premiers spectacles que je voyais quand on dit Atla Maal, le Waldim Mazouna, je voyais des spectacles montés par les médersiens, dans la médersa de Ndroma, la médersa al-Qur'aniya. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas confondre le lycée d'enseignement franco-musulman, la médersa, avec la médersa al-Qur'aniya. C'est le Kutab, où ils apprennent les livres du Qur'an. Voilà, et ils sortent des religions, des tarikhiyas, et tout ça. Qu'est-ce que tu as dit là-bas? Je suis frère. وفين اللي جمعوا عليك اهل النيار واه يا الصينية. ففي رحلة البحث والتميز انطلق باحثا عن ذاته متناسيا أحلامه الطفولية التي داعبت مشاعره الرقيقة في أن يصبح في يوم من الأيام فنانا مشهورا إلى أن ساقه القدر لأن يدخل عن جدارة عالم الفن من بوابة المسرح الذي شكل المساحة الكبرى في ذاكرته ومخيلته. وهي ندمتي وهي ندمتي وفين حمتي والليلية هذا شارع القصبة البيت رقم 12. هذه البيت هذه شهدت ذكريات كبيرة وذكريات يعني عندها قيمتها في حياتك ومسيرتك الفنية.
يلا هنا زديت وهذه الدار جدي في الحقيقة. ايه دار جدك؟ كانت دوزرو لا كاسبا مزيود في دوزرو لا كاسبا قصبة. داكوغ نشوفو ولا يخلونا ندخلو؟ يخلونا ندخلو ان شاء الله. ان شاء الله سينون سا سخي غاب. يلا مي سا فاتخ اون سوربريز بوغ. يلا نعملو لهم مفاجأة. بسم الله. حتى يشوفوا الفنان القدير. انت يا تسافر بزاف. انا سيد احمد. السلام عليكم. صباح لاباس بيان. صباح لاباس. صحة لاباس. صباح الحمد لله. السلام صباح الحمد لله. كرام الدار. لاباس تفضلوا. لاباس. تفضلي. فوالا. هذه هي الدار. دار الجد ديالك. هذه هي. هنا. وعندي ان غون سوفني باسكو البيت اللي زدت فيها هذه بعد تختنت فيها طهاره يعني طهاره طهروا تما اكزاكتومون شحال كان في عمرك 3 ans et demi 4 ans هكذاك وحطوا لي مهد هنايا في الوسط نقعد في المهد وحطوا لي لي زونسيان تورنادو تاع المانيفال هذوك بالتريك وحطوا لي لي ديسك سيتي لي ميكروسيون سيتي باك الله يرحمه هاتلو جمع ميزي بابا هو اللي حط لي الميكروسيو هذاك وقعد في المهد وش باسي مونطون سيتي فريد الاطرش وكلش الموسيقى كنت تسمع الموسيقى وحدي وحدي انا كنت نعمر نعم شاك فوكس سي فيدي ما جو سي بن عيسى يعني على حسب واش فهمت انك من بكري وانت في عمرك 3 سنين ونص ولا 4 علموك اهل الكرة ومواليك رباوك على سمع الموسيقى على حب الفن بزاف انا عم سيتي ازار بور موا لي شوز ايتي كوم سا مون اونكي لافي un micro sion donc il me l'a mis à côté ما كان يحبوك هاد الناس تاع زمان باش تقرا هو الاوبجيكتيف باش تقرا وداك 3 ans et demi لخطر انا فهمتك ما عشت بزاف من روما انا كنت نجي غير في لي فاكونس سواء تاع البريتون ولا تاع الصيف ولا نجي عند دار جدي هنا جدتي انا ما عرفتوش لو غران بير باتر ما عرفتوش عرفت بوكو بلو جدتي هي كانت ساكنه هنا مع الحاج بن عمر سون بير وكلش فهمت والوالده كانت ساكنه هنا مع والدتك ديالك لا 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 انا كي تزوجوا راحت انا بالحم ما مار راحت بالحم المازونه كانت واحد بالحم ياين سوريني توفات زايده هنا بصح ما قعدتش بزاف انا كيف كيف كبيره عليا انتقلنا المازونه كانت بالحم بيا دونك كي جينا في العطله الصيفيه زادت هنا ولا السبب بنت بلادي عجبوني عينيك بنت بلادي سلبوني عينيك او زين اللي فيك قلبي تايبغيك او زين اللي فيك قلبي تايبغيك اي 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 بنت بلادي بنت بلادي سلبوني عينيك بنت بلادي عجبوني عينيك او زين اللي فيك قلبي تايبغيك او زين اللي فيك ممثل فنان مبدع نجم كبير قليل في الوسط الفني تاعنا عجبني كثير كثير كفنان وكان كان يعجبني طريقته للتقمص الشخصيات طريقته لما يوقف امام الكاميرا كنت يعني عنده حضور قوي قوي جدا كيما يقولوا ستان فغي اكتور واش راك راني كيما تعرفني بابا واش نو واقيلا انت تاني تخدم عندك شنو في الوقت عندي بزياده نضل نضر في التربيع واليوم سمعت به بلي ترفاه جيت نضرب دورك كاش ما لا ما جابك غير طمع هذاك ما كان هو انت زعما جابتك العاطفه الابويه معلوم جابني الواجب والعاطفه الابويه الواجب تعرف تتكلم يا خويا عثمان وانتم بلا شك كذلك جابكم الواجب والعاطفه طبعا يا سي جعفر على سلامتك جعفر كنت عارف بلي نلقاكم الكل هنا سمحتوا في الخدمه وجيتوا كاش ما تنمشوا
كيفاش كيفاش يا جعفر؟ حتى شي يا بابا حتى شي، راني نتكلم مع السي عيسى. واش السي عيسى؟ C'est ce qu'on appelait à l'époque le lycée d'enseignement franco-musulman. C'est-à-dire que les élèves, première partie du bac en arabe, deuxième partie du bac en français au Koulech, et on avait trois à travers toute l'Algérie, si je ne me trompe pas, Constantine, Alger et Tlemcen. Mais j'ai passé ma sixième bech nqran. Elle a عدة اسباب, on en parlera plus tard. Donc j'ai été ailleurs. Mais néanmoins, comme j'ai fait une année à l'école des Cieux, c'est juste à côté, j'avais mon oncle قرانا مع colonel Snoussi, مع Lotfi, مع عدة مع مولاي بقادة, enfin des et d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Mais علاش جبتك هنايا؟ ولو ما قريتش هنايا, tous les dimanches il y avait un monsieur, parce qu'il y avait des enseignants français, Jean-Pierre Milkam, c'est un humaniste, c'est les 20 Milkam de Mostaganem, c'était un prof de philo qui enseignait Felsefa, qui enseignait Tennessee Williams et qui s'occupait du ciné-club ici. Il se trouve que par hasard, et ça c'est entre 56-57, ce monsieur, il se trouve que par hasard, j'ai joué une de ses pièces qui a été éditée chez Gallimard en France. Ça s'appelle Les Trois Enfants Perdus. Maintenant, à un moment donné, il a été enseigné au Maroc. Ensuite, il a été à Nice. Je connais qu'il est arrivé là. Abdelmajid Mziane, il a enseigné ici. Cheikh Haddam, Cheikh Zerdoumi, tous les anciens de l'académie. Jean-Pierre Milkam, Favard. Favard était là comme surveillant général. Voilà. C'est même ce que je voyais des films ici. J'ai vu Othello ici avec Laurence Olivier grâce à mon oncle qui me permettait de me faire rentrer gamin et la projection se faisait dans une salle ici. J'ai vu même Othello et tout ça étant gamin. Voilà pourquoi je vous ai amené ici à Had Madrasa. سليمان على قداش الجنازة؟ 12:30 صح. أما احنا نحطو نستناو تحت صح. سليم أي تفضل. مبقى حتى قدر الموتى كريز دولار مواشتها كانوا يقدروا يستناو حتى يدبلو على بالك الشيخ راه بحكا شكل وحدو قبل ما يموت مد الكلمة لواحد من الفاميليا تاعو باش نهار يتوفى خلوا السكنة تاعو. صاير رشيد عيب قدام الناس. عيب واش من العيب يا سليم؟ إذا كان يستناو يسيبوا ناس أخرين ساكنين في مضربهم. على بالك بلي كثير من الناس الكبار هذو اللي هما ساكنين وحدهم يسناو فيهم الموجد ديهم باش ياخذوا مضربهم. فهمت؟ بمعاني وتواش حلشي يا خو قصدان تنار. فنان صاحب الرؤية المستقبلية يتكلم بلغة عصره, المستمع إليه وهو يتحدث عن الفن والعطاء لا يمكنه إلا أن يحترمه وأن يعترف بجهوده المبذولة من أجل إعلاء كلمة الفن وأن يقدس هذه الحرفة النبيلة التي لا يقدر عليها إلا الفنان الذي يتمتع بضمير فني حي. أنت يسبق لك أنك يعني وحتى يومنا هذا عندك أدوار سينمائية في سينما الأجنبية, احكينا على تجربتك في سينما الأجنبية. كنت كلمت لك بلي اول فيلم درته مع جاك باراتي هذه لا 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 ديشار تجربه كانت لاباس بها, اكتشفني المخرج عند كتب ياسين وكلش. من بعد كنت كلمت لك على اوتون اتوالو دون بولو المانيفيك مع ديري بركاني, لكن
كانت تجارب أخرى مع مخرجين أجنبيين خاصة فرنساويين ولوكسمبورجوا. كنت درت مع بول كيفر هذا نوي داربي لوكسمبورجوا لوران إربيي سور أن سيناريو مثلا تاع كوستا غافراس ماكرونيل خدمنا في ستيف كانت ديكو برودكسيون لذلك ديريس بالوما مشترك ما عندهاش بزاف مثلت في فيلم مع شاب تونسي أول فيلم طويل نتاعو رمزي بن سليمان راه في المونتاج. فيلم واحد آخر مثلا مع جومك مين يخرج إن شاء الله يكتب ربي يوم مد مارس لوي مارس لجو لافا لوي مارس باري ان بروميير الجزائر بو توجور خدمنا في وهران فوالا وان شاء الله يكون تانيك اون بروجيكسيون تاع الفيلم في وهران وفي الجزائر ان شاء الله. شكون هذا؟ قولي اشتراكيه. اشتراكيه تاعنا؟ لا لا جده اشتراكيه تاع الزواليه. سقسيني الطفايفه هيا اطلع بها. شني؟ كيفاش وصل؟ العشرين ألف. خلي اشتراكية تاع الزولية المركزية اللي ما يحتاجوهاش. كي تكون الاشتراكية ما تلقى لا مسكين لا مرفه. فقوا ولكن ضرب بيع ليزاناس في السمش. ولاد ماركاتية ياكلوهم هذه الاشتراكية. بكري كنا ميتين الشر والقراية كانت الأخرين. بصح اليوم لازمك تكون فرحان كي عندك زوج خوات كيما مصطفى وعلي. ما عندك صاحبك كيما انا. ديت دور دور يعني بإبداعية بحرفية وبامتياز أيضا. احكي لي على تجربتك في الخارجون على الدخل. تجربة لبس بها أنا دابور كاللي فرحت كي خدمت معاه. خدمت معاه باسكو أنا كبير عليه بربع سنين وعشنا في دار واحدة في دارهم 56-57 وكلش. أنا كنت ساكن في دارهم عند عمي عبد الله وكان صغير وكلش دار أفلام ما يطلش حيطلث قر للوا صما في بليزير اي فوالا سي ان بو انا ديجا جو براتيكي على ليبوك تياتر اي تو سا وكبرنا في دار وحده فوالا. كيفاش ينظر احمد بن عيسى لمستقبل السينما الجزائريه والعربيه؟ انا نظن يكون عندنا افنير. كاين شبان دروك راهم خارجين معروفين عبد النور زحزاح مساوي تقيا مونيس خمار كان موجود ان شاء الله في المستقبل. ولاش لا لا ولاش لا لا ما يلزم تغربيل تغربيل قالك فاس على كونتيتي تخرج شويه كاليتي المهم تكون لا برودكسيون تكون يخلو الناس تخدم يخلو فوالا ومن ثم نشوفوا. وصعيب لما تكون عنده فكرة في راسه صعيب باش واحد يغيرها له صعيب جدا. هو ديمقراطي إلى درجة لا توصف لكنه ديكتاتوري عمليا. خلاص يا جماعة هنا نتفرقوا. وش ناوي تدير عبد الله؟ نردم سلاحي وننصحكم تديروا كيفي. الحرب خسرناه. لا يا عبد الله الحرب ما خسرناش خسرنا معركة. وانت واش راك معاول تعمل؟ ندبر خدمة عند الكولون. وانتو ما واش رايحين تديروا؟ حنا نبقاو مع بعض وسلاحنا عمرنا ما نحطوه. تردوا الفرنسيس. الله يسهل الله يسهل. اي احمد تبعني. الخد الحمار يا شامعين استحب الورد مع الياسمين. الحواج بنون معرقين هلكون يا خويا نشكر هذا ويتجبين حبها جار عليا. انا يا براني غريب لا مثال عليا. لمن يرجع تدهور وقع السينما في الجزائر؟ إذا حبينا السينما تقدم لازمها تكون اون اندستري سينماتوغرافيك
بالمعنى صناعة سينمائية. نوزيتيون لي ميور، كنا حنا مخيرين في المغرب. اليوم تونس المغرب راه عندهم صناعة سينمائية. خدمت انا في اور لا لوا مع رشيد بوشارب، اي فو فوار لي ستوديو بن عروس. ما تنجمش اليوم دير فيلم تاريخي. مثلا حبينا نديرو سطيف 845، امبوسيبل، كلش تغير بارابور ستيف دو ليبوك، كلش تغير. دونك يفو دي ستوديو، اون لا في اون ستوديو. عاودوا بناو سطيف من جديد بها بالمرشيد، حب كلش منا اون ستوديو بن عروس. فوالا سكي فو فار. كون تي في دي غران ستوديو تخدم لي زارشيتكت، تخدم لي جون دي بوزار، تخدم ساكري دو لومبلوا. Aujourd'hui au Maroc, ça crée de l'emploi. Ou même, ça crée des talents aussi. Aujourd'hui, je trouve des momfilines dans le Maghreb de talents. Des coproductions, des grandes productions. C'est terrible. Qu'est-ce que c'est la fraîcheur dans le cinéma? Comme il dit, c'est un premier film à l'âge de 20 ans. Quand on fait 20 ans, او موان كور ميتراج دروكا مخرج يدير فيلم اليوم ويستنى 5 سنين 6 سنين باش يدير فيلم واحد اخر. سا با مارشي. كيفاش يقيم احمد بن عيسى تجربته في عالم السينما؟ الفنيه السينمائيه انا الحمد لله انا قيمها فاش نقيمها؟ نقيمها دوما براتيك. J'ai eu ma jeunesse, j'ai eu des rôles, des premiers rôles et tout ça. Je fais une troisième carrière, une deuxième carrière ou une troisième carrière. On est jeune premier. Après, on est appelé. انت راضي بمشوارك الفني ولا مازال ما شبعتش؟ راضي وبصح، لكن في مخي نقول ما وصلتش. انسان في الميدان هذا ما يوصلش، يمد قد ما اللي ينجم يمدو، لكن باش يقول وصلت ما وصلتش. مازال ما وصلت وفي رايي انايا حد ما يقول لك وصلت. Le plus grand des films, succès, il peut avoir 7 Oscars, 8 Oscars, Makamish. Sonnez la charge. En un mot, messieurs, je suis venu ici pour vous aider. Ah bon? السيد راه يقول بلي باتت الدولة نتاعو باش يراقب الجيش الفرنساوي كيفاش يتصرف هنا في بلادنا. طيب. بارفي. Nous allons même t'aider. بن عيسى سان كوميديان كي في لي تروز ايكول دو تياتر الجزائريان مو جو رابيل مسيو بيرفيكسيون باسكو علاش ريشيرشي توجور لا بيرفيكسيون كون تيل تور اي لي ديفيسيلمون جيرابل بن عيسى رومبليسي توت لي فاسيت بور اتر Le rôle pour jouer le rôle qu'il a joué dans Brameur. Non seulement bon, c'est un excellent comédien, un homme qui a fait ses preuves sur les planches avant tout. En plus, bien sûr, la télévision, le cinéma. En plus, il montait très bien à cheval. Donc, il n'y a pas mieux. Donc, je ne l'ai pas choisi en fonction de ses critères. Et puis là, il a bien donné dans Brameur, il était splendide. Moi, je trouve qu'il était vraiment. Il était extraordinaire, Ben Aïssa.
فبلغة الفن والتفنن انطلق، وعلى درب العطاء والتميز مشى وانفرد، وفي قلعة الإبداع أعطى وتمكن، وبمفتاح الجمهور دخل مملكة النجومية. فأهلا وسهلا بك في عالم الأضواء والشهرة. يا لي من يقيني مفاد اللوم، خليني في حالتي كما راني، لو ماك واش يفيد في اللي هو مدموم، واش يفيد دواك في اللي هو فاني، قلبي من الادراك راشي سار هدوم، بلاش يسبر ينحب وينساني، ماني ملعب عن الشهود تقوم، ماني سرق مال هرب وجاني، ماني داير شر في وطني مدموم، من الكاس العار يشرب كيساني. بعيدا عن الأضواء، عن أضواء الشهرة، عن النجومية، شفناك عندك تجربة أخرى في عالم الإخراج المسرحي، كانت عندك تجربة يعني قيمة وناجحة، نجحت يعني حتى في الإخراج المسرحي. حكينا على تجربتك. تجربتي كنت بدلت الإخراج قبل ما ندخل الجزائر، 71 كنت طلعت مسرحية من جهة مارسي لاسان بوم روازو فير دو كارلو غودي، درت بزاف تاع لي زاسيستانا مع واحد شخص عظيم لي فورما كاع براتيكمون هنايا لي زونسيان كيما كاكي كيما راجدي كيما وي سيت ان غران فورماتور اونري كوردرو. كان كون ما يطلع مسرحيه عطيت له عيط لي كبرومي اسيستون، ما الناس بزاف كثير من الاصدقاء طلبوا مني باش علاش بنيسه ما ديرش الاخراج على ما جات 85 كان سعيد بن سلمى نذكره بالخير كان هو مدير المسرح، قال لي بنيسا يفوق تو مونت اون بياس، اقترحت عليه قلت له داكور اوني فا، اقترحت عليه لارد دو لا كوميدي ديد وردود فيليبو، سميتها عجبيه وعجيب، وفتحت بها البالي لا كولتور لا بروميير اسكي باسي au Palais de la Culture, au théâtre du Palais de la Culture, et à Jajbi ou à Jajbi. كان أول إخراج مسرحي أول إخراج دور رئيسي بن قطاف فلاق حامد رماز دليلة حاليلو أبو جمال مسكين فطومة وسيلة قاسي القسنطيني رابيا عدة ممثلين كانوا في هذاك القسم في المسرح الوطني. تم الفن أكثر من العائلة، ولكن كان هناك يعني يخدم الفن، هو يحب الفن بطبيعة الحال، ولكن ما كانش يهمل عائلته بصراحة،
لن يهمل إطلاقا عائلته، كرس كل حياته من أجل الفن، من أجل العطاء. يعني حتى وهو معانا وعقله مش معانا مع الفن. وش هي هوايات أحمد بن عيسى بعيدا عن الفن؟ هوايات ديالي كلها فن، اذا ما نكونش في المسرح فوق الخشبه ولا في ان تورناج ولا ندوز وقت نروح نسمع الموسيقى الشعبي لا ميوزيك كلاسيك، نحضر لي فيرنيساج تاع لي بانتور. ايه هذه هي لي فواياج اونفان تري بو avant je voyais maintenant je bouquine et je vous cache pas que en ce moment de moins en moins je ne sais pas pourquoi mais il faut. Et voilà, c'est ça. هل من مشاريع مستقبلية تنتظر وحش الشاشة وأسد المسرح أحمد بن عيسى؟ غير كما كملت فيلم في باريس مع واحد الشاب تونسي رمزي بن سليمان، لكن مشاريع في المستقبل كاين بصح مازال ما كيفاش نقولوا سون با كونكريتيزي جاتون. هذه هي يكون إن شاء الله يكونوا مشاريع في المستقبل. وش هي النصيحة اللي يقدمها أحمد بن عيسى لعشاق الفن السابع؟ خاصة للشبان نقول لهم أودي في الميدان هذا لازم التواضع، لازم كذلك لا جينيروزيتي، ولازم يحبوا هذا الميدان خاطركم يحبوش هذا الميدان ما يحبهمش. إذا قلت لك الجزائر وش تمثل لك الجزائر؟ إيه صغري شبابي زوجتي ولادي احبابي سواء اللي توفى ولا اللي راهم مازالهم في الحياه، هذا هي الجزائر بور موا. اذا قلت لك المسرح؟ المسرح بدايتك؟ بدايتي قصتك عباره حياتي. السينما الشهره تاعي نجوميه اكثر ربما في التلفزيون بالنسبه للمسرح، لخاطر التلفزيون اون سول ديفيزيون تاع فيلم ولا تاع فيتون تمس ملايين جزائريين. إذا قلت لك سيدي بلعباس؟ أي نوت بارتي دو ما في، وي نضرومة كيف كيف في نوت بارتي دو ما في، العاصمة سي نوت بارتي دو ما في. يلا واش تقول عشاقك؟ نحبكم نموت عليكم. بالحب التقيناكم وبالحب نفترق، على أمل أن نلقاكم في أعداد خاصة ومميزة، فمزيد من الإبداعات والعطاءات الفنية في بلد الإبداع الجزائر. أقول لكم سلام، لأن في السلام كلام وفي الكلام أمان. ما ولاش ليا أنا يا براني غريب لا مثال عليا. عقلي بهواها راضة وبقيت عبد غير النواه.